كيكتنا لليوم وبس طعمها روعة كمان شكلها، وعلى فكرة سهلة كتير. حتحس انه في شوية خطوات بس عن جد ولا اسهل منها، عملتها باسهل طريقة. رح اعمل كيكة خفيفة هيك واسفنجية، 4 بيضات وفانيلا والسكر. رح اخفقهم لحتى البيض يضعف حجمه لمرتين ويصير عندي هيك فاتح. رح اضيف عندي الزيت، نص كوب من الزيت، بس بضيفه بالتدريج عشان ما يروح عندي الهواء اللي دخل عندي لما خفقت البيض. بضيفه شوي شوي مع استمرار الخفق، وبنخل فوقه الطحين والبيكنج باودر وربع كوب من الحليب وبخفقهم، بس ابدا ما ببالغ بالخفق، بس لحتى يختفي الطحين، واي اشي على الاطراف بكمل بالسباتولا بقلب الكيك لحتى عندي هيك صار خليط الكيك جاهز. وبعدين بصبه بالقالب الخبز المخصص، بكون عندي هيك فيه فتحة عشان يطلع شكله مثل التارت، وبخبزه درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. رح اعمل كريمة الكاسترد، كوب من الحليب ومعلقتين من السكر ومعلقتين من بودرة الكاسترد الجاهزة، بحركهم على البارد، بعدين بحطهم على النار لحتى الخليط يغلي ويوصل عندي لمرحلة الغليان. جدا جدا سهلة. وهلأ عندي هيك صارت جاهزة، بس كبها بصحن لحتى تبرد، وضروري هيك أغطي الوجه بنايلون حتى ما يتكون عندي قشرة، وبحطه بالتلاجة لحتى يبرد عندي تماما. الكيك بعد ما طلعته من الفرن بقلبه وبتركه يبرد، وعندي هلأ هون رح أسقيه بخليط جيلو الفراولة، رح أكتب لكم مقاديره. الكيك سفنجي ومثل ما شايفين بيتشرب بسرعة. خليط الكاستر بعد ما برد عندي تماما بطلعه من التلاجة وبخفقه لحتى ينعم، بخفقه هيك قد ما أقدر لحتى يصير ناعم عندي، ورح أصب هلأ خليط الكاستر فوق الكيك ورح أوزعه. بحاول إني هيك أوزعه بالتساوي، كمية خليط الكاستر جدا مناسبة لهذا قالب الكيك لهذا الحجم. وهلأ بعد ما أوزعه رح أحط عليه الفراولة. طبعا ممكن مثلا هذا الكيك تعملوه بنكهة المانجو، تشربوه بجلو المانجو وتوزعوا عليه مانجو، انتو حرين بنوع النكهة اللي بدكم إياها. وهلأ عندي رح أعمل الطبقة الأخيرة، كوب من عصير الفراولة مع معلقتين صغار من النشا، وبحركهم مع بعض على البارد، وبعدين بحطهم على النار لحتى يوصل هيك لمرحلة الغليان، وبعدين بوزعه فوق خليط الكيك، بوزعه هيك بالمعلقة شوي شوي لأنه الخليط عندي سخن وخليط الكاسترد عندي بارد، وبعدين بدخله الثلاجة لحتى يتماسك. وشوفوا كيف عندي هون بالفرشاية بوزع كمان فوق حبات الفراولة لحتى يعطيها لمعة. وهيك بعد ما جهز عندي قالب الكيك، شكله روعة ولا أطيب منه، جربوه متأكدة رح يعجبكم. وصحتين وألف عافية.